السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش تبعث شهادة الأحياء خاصة بالمتقاعدين الجزائريين اللي كانوا يخدموا في فرنسا، ومن بعد كل عام يبعثوا لهم شهادة الأحياء، معناها سيد مازال حي، مازال في قيد الحياة. هذه معناها تضمن تضمن اجتماع بالفرنسا. كيفاش نبعثوها لهم؟ طريقة سهلة جدا بدون أي مشكل. قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة في الجرس بس يوصلك جديد. نبدأ على بركة الله. أولا دخول إلى جوجل، تكتب هذه الكلمة أنتري خاوتي، ومن بعد نضغط على الرابط الأول، ومن بعد نضغط هنا يا خاوتي بالعربية. هنا يقول لك مساحتي الشخصية، نكليك عليها ومن بعد هنا يدير رقم ضمن اجتماعي والمود باس. هذا هو رقم ضمن اجتماعي والمود باس، وندير تسجيل الدخول. من بعد يعطينا هذه كاباتشا، يقول لك هنا اختيار حافلة خاوتي، ومن بعد ندير التحقيق. سيتم الدخول الى حساب خاص بالمتقاعد ابي ربي يحفظه، اسمه عبد المالك الشاهد. بعدها عربيه باش نوضحوا الصوره او نوضحوا الفيديو. بهذه الطريقه خاطي كاع جميع المتقاعدين يجوك بهذا الشكل، هذا هو الحساب نتاع المتقاعد. هنا يعطينا الدفعه الاخيره هي 328 يورو، هذه الدفعة الأخيرة، معنا شهر هذا يا خاوتي أخلص الأب نتاعي. ما علينا، حنا نحوسو نرسلو شهادة الحياة باش ضمان اجتماعي يقول لك هذا السيد مازال هو حي ماهوش ميت. كيفاش نديرو باش ما يتوقفش الشهرية نتاعو أو الدوفيز أو الأورو؟ نضغط على تقديم شهادة الحياة، نكليك عليها بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد هنا تجيني هذه الواجهة خاوتي، قبول أو دير إزالة. ما علينا، هنايا واش يقول لك؟ في هذا المكان خاوتي هنايا يقول لك سيتم إرسال شهادة الحياة قبل 29 سبتمبر 2024. معنى ركزوا معايا، هذه ركزوا معايا هنا ركزوا معايا، سيتم ارسال شهادة الحياة قبل 29 سبتمبر. معناها خاوتي في هذه المدة ما بعثتش شهادة الحياة خاوتي، في هذه المدة سيتم الغاء الطلب او القاء شهادة الحياة. معنى تجي تدخل ما يعطوك شهادة الحياة، لازم في هذه المدة لازم تهبط شهادة الحياة، تكليك عليها خاوتي بهذه الطريقة يعطيها لنا شكل بي دي اف، يعطيها لنا شكل بي دي اف. ها هي خاوتي، ها هي يعطيها لنا كيما هاك خاوتي. انت واش دير؟ تخرجها اللي عندك اللي تطبع الاوراق، خرجها ومن بعد سكانيها، عفوا من بعد عمرها، يسني فيها بيك ومن بعد يسني فيها ويبصم فيها ويعطيها رئيس البلدية، كذلك هو يكاشي فيها ويسني فيها. هنايا هنا صاحب المتقاعد، هنا رئيس البلدية أو السلطات المحلية تاع البلدية هنايا. ومن بعد تعمرها خاوتي، ومن بعد تجي تسكانيها عند موسيبير ولا بالتليفون كما حبيت، المهم تكون مسكانيها مليح بهذا الشكل خاوتي. شو معي مليح؟ ها شفتوا معي مليح؟ هذه هي، هذه شهادة الحياة. دوكا رانا سني فيها الاب نتاعي ربي يحفظه ورئيس البلديه، وعمرهم فيها المعلومه بهذه الطريقه خاوتي. هاي من بعد واش نديرو؟ نرجع الموقع خاوتي، ومن بعد نديرو رفع الشهاده. بعد نحوسو عليها خاوتي باش ما يتلفها الناش، درك ندسو هذوما ما يتلفوها الناش خاوتي. هذه وهذه هنايا، نخلو هذه ما نقلطوش خاوتي، ونروح الموقع، ومن بعد عندي الرافع، ومن بعد نختار بي دي اف، اوكي. هنا يعطيك جميع السيقات، عندك خمس السيقات خاوتي، ها هي خمسة، يقول لك بي دي اف
جي بي جي جي بي او جي بي ان جي جي اي اف. هذه هما كاع الصيغات يقبلهم الموقع تاع ضمان اجتماعي. ومن بعد واش دير؟ دير الارسال شهاده، دير ارسال، سيتم ارسال، سيتم رد عليك على جيميل، معناها تجيك بريه او رساله على جيميل الى كنت مسجل بهذه الطريقه خاوتي. مهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار خلينا تعليق اسفل هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.